من ختام موسم الأهلي. الأهلي اختتم موسم من أفضل المواسم بالتعادل السلبي طبعا مع نادي المصري امبارح في مباراة يعني تحصيل حاصل ملهاش تأثير على ترتيب الدوري أو المنافسة أو قيمة، يعني الملعب بس هو كان مباراة رسمية في الدوري ولكنها ليست لها تأثير كبير. يعني أقيمة المباراة طبعا في ملعب برج العرب كعادة مباراة الأهلي والمصري. الأهلي في المباراة دي كان بيجرب مجموعة من اللعيبة الناشئين، وكمان اللعيبة اللي ما حلفهمش الحظ أو ما خدوش دقايق كتير خلال الموسم ده وقدموا مستوى طيب جدا، لكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل السلبي. انتهى الدوري ولكن لم ينتهي الموسم بعد. الأهلي هيلعب الداخلية في دور الـ16، وأنا آسف إن أنا بقول كده، يعني في كأس مصر بتاع السنة اللي خلاص فاتت، ولكن اتحاد الكرة عمل تعديل في ميعاد المباراة وفي ملعب المباراة كمان، هتكون يوم الحد القادم 30 يوليو على ملعب الكلية الحربية بدل من ملعب المقاولين العرب، وكمان غيروا ميعاد الماتش مع إن ده توقيت صعب في الصيف، الماتش بقى الساعة 7 بدل من 8:30. المفروض إن 7 دي بقت في النهار دلوقتي، دي قبل المغرب بساعة تقريبا، لكن إحنا هنلعب ماتش في عز الصيف في النهار الساعة 7. كده الأهلي خلص الدوري ودخل في كأس مصر ولسه عنده تحديات أكبر في الفترة اللي